حسن يزيد حسن على بركة الله. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من ديال ستارت. بالضبط كنتواجدوا الآن بالسوق الشعبي شطيبة وسط المدينة، وكتشوفوا معنا يعني سمك الفقراء، سمك السردين، سمك الدراوش، سمك البسطاء. الثمن ديالو مازال طالع ووصل 20 درهم للكيلو كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. فالثمن يعني مازال طالع مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، والثمن وصل 20 درهم الكيلو. اما بالنسبه لسمك الشطون او الانشوبه الثمن ديالها هو 20 درهم ايضا، يعني نفس الثمن ديال سمك السردين. فالثمن ديال الشطون او السمك الانشوبه نفس الثمن يعني بينهم وبين السردين. كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، كتشوفوا معنا هاد البث المباشر من مدينة ستارت بالضبط من السوق الشعبي شطيب. كما كتشوفوا معنا على هاد البث المباشر مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. فكيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينة ستارت بالضبط من السوق الشعبي شطيبة، سمك السردين مازال الثمن ديالو طالع، وصل اليوم يعني ل 20 درهم الكيلو كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. فالثمن مازال طالع ومازال مرتفع، نتمنوا ان هذه الاثمنه هذه انها تنقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينه ستارت، والثمن يعني ديال الانشوبه او الشطون الانشوبه او الشطون الثمن ديالهم هو 20 درهم الكيلو، هو قليل السوق يعني سمك الانشوبه ماشي موجود في السوق، يعني قليل في السوق كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. تشوفوا معنا هذا البث المباشر من مدينة ستارت بالضبط من السوق الشعبي شطيب، سمك الفقراء سمك السردين الثمن ديالو مازال طالع وواصل 20 درهم الكيلو. ما تقدرش تكتبوا لنا عبر التعليقات مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في شحال وصل ثمن سمك الفقراء سمك السردين في المدن ديالكم مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. احنا بدينا الصطاد الثمن ديالو وصل اليوم 20 درهم الكيلو. ما تقدرش تكتبوا لنا عبر التعليقات مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في شحال وصل ثمن في المدن ديالكم الاسواق الاسبوعيه او الشعبيه مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. اشتركوا في القناة
الشعبي مش طيبه والثمن ديال السمك او الفقراء سمك السردين هو 20 درهم للكيلو والثمن يعني اللي مازال طالع مشيري كرام مشيري كرام شفتي. بالنسبه لسمك الشطون ايضا حتى هو نفس الثمن ديال السمك السردين حتى هو الثمن ديالو 20 درهم الكيلو كيف ما كتشوفوا معنا مشيري كرام مشيري كرام شفتي. نتمنى ان هذه الاثمنه هذه تنقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش ما يكون واحد الثمن اللي هو مناسب يعني السمك سمك السردين مشيري كرام مشيري كرام شفتي. كنشوفو معنا على هاد البث المباشر من مدينة سطات. إذن المشاهدين الكرام نشكركم على حسن متابعتكم وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله.